في قول الله تبارك وتعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هذا تعليل لقضاء الله سبحانه بالتقاطه وتقديره له، فإن التقاطهم له إنما كان بقضائه وقدر. يعني تخيل كده، أم موسى تحطه في تابوت خشبي وتلقيه في البحر، وقدر ربنا ترك الحبل وصار في بقدر الله سبحانه. مين اللي وجه الخشبة دي اللي فيها حتة لحمة لغاية المكان ده؟ بإيه؟ بحكمة، أرادها حكمة. يعني أذكر كده، كان طريق الوصول لغرفة التي وصل إليها هذا الرضيع الصغير الذي يبحث عنه آل فرعون ليصل إلى هذا المكان بالترتيب الدنيوي، لن يكون، لا يمكن. فقيل إن كان بين قصر الفرعون للوصول إليه 300 مكان للعسكر والجند، 300 كمين. طب مين اللي يتجاوزهم عشان يوصل؟ وجاي ليه؟ ورايح فين؟ ومن اللي طلبك؟ والتفتيش ويشوفوه كيف يصل ومتى يصل. كده حاجة غريبة جدا، يلقى في الماء فيصل إلى المكان المطلوب في الوقت المطلوب. ممكن يصل ولا يلتفت الناس إليه، ممكن يصل بعد ما يكون قطع النفس ومات ولو حتة لحمة ميتة، ممكن يبقى هكذا، ممكن حاجات كتيرة جدا. لكن عناية الله بحكمة، فكان التقاطهم له إنما كان بقضائه وقدره، فهو سبحانه قدر ذلك. هيكون هيصل لغرفة نوم فرعون. حد عنده اعتراض؟ حد يقدر يقول لا؟ حد يقدر يحجزه أو يمنعه؟ قدره وقضى به ليكون، سبحان الله، ليكون لهم عدوا وحزنا، وذكر فعلهم دون قضاء. صح ولا لا؟ هم لو عرفوا ان هو اللي في ايدهم ده هيبقى عدو لهم وشده وحزن عليهم، كانوا يعملوا في ايه؟ موتوا وخلص الموضوع. ولكن اعطى القضاء بدون السبب لسه، لانه ابلغ في كونه حزن لهم وحسر عليهم. فإن من اختار أخذ ما يكون هلاكه على يديه إذا أصيب به كان أعظم لحزنه وغمه وحسرته من أن يكون فيه صنع ولا اختيار. يعني الأفضل إن لما يبقى هلاكهم على إيد موسى، خلي بالك، يبقى راجل غريب ودخل عليهم ولا متربى على إيديهم؟ لا، مطبع على ايديك. صح ولا لا؟ يعني انا اللي مربيك، ده انت كنت حته لحمه في ايدي، ده انا لو كنت خنقتك كنت موت، ده انا اللي اكلتك وشربتك ولبستك، ده انا اللي غذيتك وقمت عليك. ولما تبقى راجل كده كبير تعمل فيها كده عشان يزداد ايه؟ حسره. يقول يا ريتني ما عملت فيك كده، يزداد حسره. يبقى مع الحسرة المادية حسرة أخرى معنوية. فإنه سبحانه أراد أن يظهر لفرعون وقومه ولغيرهم من خلقه كمال قدرته وعلمه. هم في نفس الوقت كانوا بيعملوا إيه يا جماعة؟ بيبحثوا عن كل أم وضعت رضيعا، إن كان ذكرا قتلوا. في نفس اللحظة اللي هم بيدوروا على موسى كانوا بيعملوا في موسى بيدلعوه بيهشكوه وبيطعموه وبيسقوه وبيحملوا. شفت الحكمة؟ انتبه للجمال. هذا بيان إرادة الله فوق كل إرادة، تدبير الله حكيم فوق كل تدبير. مالكش اللي هو بقى ابحث عن حكمته،
في نفسك، في بيتك، في حياتك، في أمورك، في علاقاتك، لتبلغ المراد لكمال حكمته وتمام علمه. وأن هذا الذي يذبح فرعون الأبناء في طلبه، الذي يتولى تربيته في حجره وبيته باختياره وإرادته، سبحان الله.